فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. مع سنن الترمذي كتاب السير. الآن يعمل، أعتقد الآن يعمل. قال باب ما جاء في الهجرة، روى المصنف رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي من ثقات الأثبات قال حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وهو تعلمون من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر، وقوله لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة، قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضا في أول الإسلام، نعم، من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فلما فتح الله جل في علاه مكة صارت مكة دار الإسلام، فالهجرة إليها، لكن الهجرة لا تنقطع إلى يوم الدين، كما أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم الدين، فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا تنقطع إلى يوم الدين، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين، لا تراءى نارهما، وقد والهجرة أجرها عظيم عميم. إن رجل قطع براجمه لما ذهب إلى المدينة واستوخم جو المدينة ما استطاع أن يتحمله، فقطع براجمه ومات. صاحبه جلس يدعو الله، يعني يراه، فرآه في هيئة حسنة، إلا أنه خبأ يده فسأله عن ذلك، قال: غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. ولذلك الجهاد لا ينقطع إلى يوم الدين، والهجرة لا تنقطع إلى يوم الدين، لكن لا هجرة هنا عام يراد به الخصوص، أي لا هجرة من مكة، لأن مكة صارت دار الإسلام. عليكم السلام وبركاته. لأن مكة صارت دار الإسلام. قوله وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي في أصحاب السنن، وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا عيسى هو ثقة عيسى بن يونس وسقاط الأزلات عن الأوزاعي علامة الشام عن أحد أبي كثير هذا الذي قال: العلم لا يصل إليه من براحة الجسد. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول أنه من الفقهاء السبعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجابر من السبع المكثرين عن النبي الأمين، في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ألا نفر ولم نبايعه على الموت. قال في الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله. قال وعيسى: وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزعي عن أحد أبي كثير قال جابر، ولم يذكر فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن. هذه المبايعة يعني كانت بعد أن جاءه خبر جاء خبر موت أنهم قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما جمعهم من أجل المبايعة على الموت، لا، ما بايع على الموت، بايع ألا يفر أحد، بايع ألا يفر أحد. وبعدما بايع قال: هذه يد عثمان بن عفان، وهذه يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوضع يده على يده وبايع مبايعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يعني عثمان كان أيضا حاضرا في بدر،
لتطبيبه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حاضرا أيضا في بيعة الرضوان، فلم يتخلف عن أي غزوة من الغزوات المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. ولذلك قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفخ، ولم نبايعه على الموت. وقيل لسلمة بن الأكوع: على ما بايعتم رسول الله يوم الحديبية؟ قال: على الموت. ولا تنافي بين الحديثين، لأنه يمكن أن يكون من مقامين، بعد ما بايعهم على ألا يفروا بايعهم على الموت. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع أخرجه الترمذي في الباب، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري، وحديث عبده أو عبادة بن الصامت أخرجه البخاري ومسلم. أما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فكان يقول: فيما استطعتم. كان يلقنهم ذلك، كان يلقنهم ذلك. ومعنى كلا الحديثين صحيح، وقد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا: لا نزال بين يديك حتى نقتل. وبايعه آخرون فقالوا: لا نفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم: قولوا فيما استطعتم. وقال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لم نبايع على الموت، وإنما بايعنا على ألا نفر. وقد يكون سلم هو الذي بايع على الموت. قال وعيسى: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه مسلم في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك أحسن الله لك يا أمين. قال: باب ما جاء في نكس البيعة. رواه المصنف بسنده الصحيح. حدثنا أبو عمار، حدثنا وكيع بن الجراح الرواسي عن الأعمش سليمان عن أبي صالح ذكوان السيئات عن أبي هريرة رضي الله عنه. والأعمش تعلمون حتى لو عن أبي صالح تمر اتصالا، لأنه شيخ ملازم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، هناك فارق طبعا، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. هذا فعل المنافقين، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أجرم ثلاثة، وأشد عقابا هنا أجرم ثلاثة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يفي له. وهنا في قول لا يكلمه فيها دلالة واضحة جدا على إثبات كلام الله جل في علاه، وأن الله يتكلم مع عباده. لكن هنا لا يكلمهم، يعني لا يكلمهم كلام رحمة، وإلا فإن الله يكلم ويخاطب الكافرين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وعدم الكلام هنا عدم كلام الرحمة. ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب، بل تبقى عليهم في صحائفهم، وتبقى عليهم في موازينهم. وقال: ولهم عذاب أليم، مؤلم، فعيل بمعنى مفعل، لهم عذاب مؤلم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الثلاثة: قال رجل بايع إماما منافق، وبايعه للدنيا كما وصفهم الله جل في علاه: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أعطى إمامه لا يبيعه إلا للدنيا، فإن أعطاه فهو له، وإن منعه لم يفي له، بل لا يفي، وأيضا يقلب الناس عليه. وفي رواية: فإن أعطاه ما يريد رضي، وإلا سخط. وهذا فعل المنافقين. وفي رواية في البخاري: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رضي الله عنك يا شيخ أحمد، ادعو لي. رضي الله عنك يا أحمد، اشتقنا لرؤياك.
قال النبي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعطي بها، أعوذ بالله من غضب الله، يأكل بربي يأكل باليمين. ولذلك الثلاثة أبغض الخلق عند الله جل وعلا. الأستاذة الكريمة صاحبة الفوز، كيف أنت؟ أحسن الله إليك. أين صاحبتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، رضي الله عنك يا أحمد، فديتك حبيبي، شفاك الله عافاك، ألبسك الله ثوب الصحة والعافية. يا رب يا رب اغفر وارحم وتعالى عما تعلم فإنك أنت العزيز الرحيم. باب بيعة العبد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، حدثنا الليث بن سعد من فخارة المصريين عن أبي الزبير عن جابر، وطبعا عن عنة الليث، هذه فائدة حديثية مهمة أيضا، عن عنة الليث عن أبي الزبير على الاتصال، لأن الليث قال قلت لجابر علم لي على كل ما سمعته من جابر، فما أخذ منه حديثا إلا أنه سمعه. الله أكبر الله أكبر يا صفية، الله أكبر، أدهشت العقول بشدة الحرص، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتظري يا أستاذة أنيسة، انتظري نجيبك إن شاء الله. ليه الخط على الرأس كده؟ ليه الخط على الرأس يا أستاذة أمال؟ لا صفية من أحب الناس إليك، الله يرضى عنك يا زهرة المدائن، وجعل ذلك حرصا. عن جابر بن عبد الله أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله عبد أنت أم لا. لا لا لا، صفوا الحسابات يا أستاذ أمال، وغضوا الطرف وتسامحوا. قال في الباب عن ابن عباس، وقال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. فجاء سيده في قول فجاء سيده فقال هذا عبدي، والنبي بايعه ما يسحب منه البيعة، لذلك اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه بعبدين، وبعد ذلك كان إذا بايع قال عبد أنت أم حر، يستفهم من أجل هذا التكلف. قال في الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث حسن غريب صحيح، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم نقف عند هذا. رضي الله عنك يا أمان، رضي الله عنك، حفظك ربي، أنتما من خيرة النساء هنا، فلا بد أن تصفي أي شيء، غض الطرف وأكرميها، فإن أخطأت فسامحيها، وإن أخطأت فتسامحك، رضي الله عنكم. الفوائد المستنبطة، خلاص صفية هي أختك، حتى لو كانت تمزح نقول لها نضبط المسألة، نضبطها لأن دي مجالس علم، وهي طبعا بتنتبه لتتعلم. فالآن ترسلي إليها ترضيها يا صفية، الآن ترسلي إليها ترضيها. طيب إثبات الكلام لله جل في علاه، أسوأ الناس من أعطى موجة قلبه وبيعته لإمامه لأجل دنيا، إن أعطي رضا راضية وإن منع سخط، هذا أسوأ الناس، هذا أسوأ، هذه من أسوأ صفات المنافقين، نعوذ بالله من أنا. ليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، الله يهديها، استغفر الله استغفر الله، لا أخطأت صفية بهذا الكلام. عامة أنا الآن أطلب منك وأنا أعلم أنك من الأدب بمكان أن تسامحيها على هذا، سامحيها على هذا. أنت تعلم يا أحمد حلمي، أنت الذي تطلبه مني صار مستحيلا، فالأولى ألا تطلبه عشان ما ياخدهوش حج علي، أو فاهم. الهجرة لا تنقطع إلى يوم الدين، الهجرة لا تنقطع إلى يوم الدين. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.